لماذا طباعة العملة الجديد لن يؤثر على أسعار الصرف؟ وإلى التفاصيل. يتجه البنك المركزي اليمني في صنعاء للإعلان عن طباعة أوراق نقدية جديدة بدلاً عن العملة التالفة، وفيما بدأت بعض الأحاديث تربط طباعة العملة بانهيار سعر الصرف كما حدث في مناطق الحكومة الموالية للتحالف، أشارت مصادر اقتصادية أن عملية طباعة العملة من قبل بنك صنعاء تختلف كلياً عن عملية طباعة العملة من قبل البنك المركزي في عدن. تلك المصادر أوضحت أن طباعة العملة من قبل البنك المركزي اليمني في صنعاء هي طباعة بدل العملة التالفة، وسيتم ضخ العملة الجديدة بمقدار إتلاف العملة القديمة، والتي هي في الأصل مؤمنة ولا تحتاج إلى تأمين جديد، في حين أن البنك المركزي في عدن كان يطبع مليارات الريالات كأوراق نقدية جديدة دون تأمين، إلى جانب ما هو موجود في السوق، وبالتالي يتسبب بتضخم كبير وانهيار أسعار الصرف. وأضافت أن عملية استبدال العملة الجديدة سيتم وفق إجراءات مصرفية متعارف عليها عالميا، سواء من حيث عملية الإتلاف للعملة القديمة أو ضخ العملة الجديدة. أشارت إلى أن ضخ العملة الجديدة سيكون بمقدار سحبها من السوق، كما أشارت إلى أن الأوراق النقدية الجديدة هي محدودة على الأوراق النقدية التالفة، وخصوصا فئة 100 ريال وفئة 250 ريال. يعني الموضوع باختصار، البنك المركزي يسحب كل العملة التالفة وسيقوم بطباعة نفس العملة بنفس الأرقام، يعني ما فيش اختلاف إلا أن العملة هتكون جديدة ولن يكون هناك تغير في أسعار الصرف بإذن الله. يعني هي عملية ذكية وموفقة وستؤدي إلى حل المشكلة تماما. أشكركم على حسن المتابعة والإصغاء، ولا تنسوا التعليق على الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.